من جديد نرحب بكم مشاهدينا الكرام. الموضوع الثاني هو ما جاء في مجلس الوزراء من أوامر رئيس الجمهورية بتشديد الرقابة على الأسواق لكسر الأسعار، جهاز يقظة لمراقبة عمليات التموين كذلك في رمضان. هذا ما جاء على لسان رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء. يحضر معي كما ذكرت قبل قليل الأستاذ مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك. أهلا بكم سيدي، مرحبا. مرحبا. اليوم ربما فيه تعاون من الوزارات من أجل كسر الأسعار وتشديد الرقابة خصوصا في الشهر الفضيل اللي يكثر فيها لتكثر فيه للأسف معاناة المواطن مع الأسعار اللي ترتفع ارتفاع جنوني. بالفعل هذا، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني شهر رمضان أصبح معروفا، أصبح للأسف الشديد ولو أنه شهر عبادة وتقوى وصيام أصبح يعرف نوع من الخوف يعني و يعني الاطمئنان من خلال ارتفاع بعض الأسعار، وكل إجراء يمكن من خلاله أن يتم ضبط السوق فهو مرحب به بطبيعة الحال. الآن لما نشوفوا أنه هنالك تعليمات صارمة في هذا المجال حتى يتم التحكم في الأسعار والتحكم في الوفرة من خلال القرارات التي تم اتخاذها في مجلس الحكومة بالأمس، يعني هي بوادر مطمئنة ونتمنى أن يتم تجسيدها يعني ميدانيا حتى تكون الارتفاعات قليلة، لأنه نحن باش نقول لك أن رانا متمنيين صراحة يعني ما تكونش هنالك أي ارتفاعات استقرار، ولكن هذا الارتفاع يعني شهدناه وأصبحت عادة، ولكن لما يكون بنسبة قليلة فيمكن أن يمر، ولكن إذا ما كان بنسب كبيرة مثل ما شاهدناه يعني في سنوات الماضية فهذا سيثقل يعني كاهل المستهلك الجزائري والأسرة الجزائرية. أزمات كثيرة قضينا عليها قبل شهرين، خلينا نقول شهرين من الآن، يعني مع دخول العام الجديد عادت إلى الواجهة عشية رمضان، نقص في الحليب، نقص في الدقيق، نقص في الزيت، المواطن يشتكي. دقيق وصل الكيلوغرام الواحد 180 دينار، يعني 18000. أين سيهرب المواطن، من غلاء الأسعار أم من قلة التموين أم من المضاربة أم من عصابات، احنا نقول عصابات الأحياء، عصابات الأسواق كذلك، في عصابات أسواق. فعل هنالك خليط من هذه العوامل هي التي أدت إلى هذا الوضع. الحمد لله نحن لسنا في الأزمة الأولى التي عشناها يعني والتي تم حلها بقانون يعني مكافحة المضاربة الغير مشروعة، ولكن هنالك اختلالات في السوق لابد أن نعترف بهذا. أنت حضرتي الآن الأزمة الحليب، وكل أزمة وكل كل ما منتوج إلا وعنده الأسباب تاعو موضوعية. صحيح. إحنا قراءتنا كالتالي بالنسبة للحليب، إحنا كنا أول من دعا إلى مراجعة ورقة الطريق، لأن إذا تشفي مليح يعني مع تطبيق صارم لقانون مكافحة الغير المشروعة كاين بعض المناطق أصبح عندها فائض، ولينا نمر في بعض الأحيان نلقاو الحليب متراكم ويبقى ويبقى من غدوة. صحيح. بينما بعض المناطق الأخرى كان الحليب ما زالها ناقص. لماذا؟ لأنه لما تم إيقاف المضاربة كان مناطق وين فيها بزاف مضاربة، فيها بزاف مقاهي، فيها بزاف محولين، وبالتالي كتستهلك كميات أكبر. ولما تم إيقاف هذا الأمر أصبح الفائض على في العيان يعني. في الجهة أخرى ما كانش، ما مناطق سكانية فقط يعني ما فيهاش تحويل وما فيهاش مقاهي وما فيهاش، أصبحت أيضا تعاني من أزمة الحليب. هنا طالبنا يعني كنا أول ما طالب بإعادة النظر في ورقة الطريق. وشنو هي ورقة الطريق؟ هي المحلات التي يتم تزويدها بالحليب المدعم بكميات معينة. قلنا أنه المناطق التي فيها فائض فيها 10 محلات في كل واحد يدي 4000 لتر، نحولهم ديرهم 3000 لتر 2000 لتر وديو إلى المناطق الأخرى. الورقة الطريق هذه بدأ العمل بها منذ مطلع الأسبوع الماضي، منذ السبت الماضي. نحن نرى أنه الاختلال الذي وقع الآن هو بسبب عدم التنسيق بين الملابن، بين الموزعين وبين التجار. مثلا الملبنة راه تستنى في ورقة الطريق من مصالح مفتشيات التجارة، الموزع أو يستنى في قائمة جديدة تاع التجار اللي راهم عنده ما عندوش، ولا حتى ما يعرفهمش، ولا حتى غيروا له منطقة. احنا واش طالبنا بصريح العبارة؟ احنا طالبنا أنه إعادة النظر في ورق الطريق أمر إيجابي،
ولا بد منها باش تكون عدالة اجتماعية. ولكن إذا كان هنالك نقص في التنسيق فمن الأحسن إيقاف هذه العملية، الاجتماع بين جميع الأطراف في كل منطقة، وتنطلق ورقة جديدة من خلالها ما تكونش هذه الاختلالات. نحن نرى أن هذه الاختلالات ليست عائدة إلى نقص المادة الأولية، ولكن هو مشكل تنظيمي ومشكل ضبط، وهذا أمر يعني من المفروض أن لا يقع. فيما يخص الزيت والسميد، نحن نعرف أن هنالك استهلاك زائد. للعائلات. شكون راهي العائلة اللي ما طيبش الكسرة، ولا ما طيبش يعني في رمضان، ولا ما يشروش الزيت بزيادة، ولا استهلاك الزيت بزيادة؟ نعرف بعض العادات والتقاليد تاعنا تؤدي إلى استهلاك زائد عن السنوات الماضية، وبالتالي هنالك الآن حدة في الطلب، ولا يعني بعض التذبذب، ما نقولوش أنه ما كانش، ولكن بعض التذبذب. وهنا سمعت الآن صباحا فقط أنه هنالك قرار بمنع إنتاج السميد 25 كيلو غرام، يعني وأيضا الزيت بالنسبة لتعبئة الزيت. نعم، وتعبئة 5 لتر الزيت والسميد 25 كيلو حتى تكون هنالك مجزأة، وبالتالي يعني إنسان يشتري ما يحتاجه عوض أنه يروح يشتري 5 لترات ويترك يعني فئة أخرى محرومة من هذا الأمر. وللأسف في بعض الجشع من المواطنين المستهلكين، شوفي احنا اللي يخليه يشري ضعف أضعاف. شوف نقول له حاجة، يعني هي السلوكات لابد أن ندينها. من غير معقول أن المواطن الجزائري يعني الآن يبقى يدير في العولة، يبدأ يدير في العولة منظر، ما هوش معقول. هذه الاختلالات أن نديروها، ولكن في المقابل أيضا لابد أن نربح ثقة المستهلك في استقرار السوق. الناس تخاف ولات لا تثق في السوق وفي استقرار الأسعار وفي وفرة المنتوجات. صحيح، رانا نشوفوها يعني لما الناس ولا كيكون القارص طايح تشري القارص تعصره وتكونجليه. صح، الناس ولا تشري طماطم ترحيها وتكونجليها، الناس ولا في وقت الجربانة تكونجلي، يعني يعرضوا أنفسهم حتى صحتهم يعرضوها للخطر. هنالك أخطار، هنالك مدة تجميد، وهنالك عدة أمور، ولكن نحن لابد أن نربح ثقة المستهلك في استقرار السوق. هذا هو التحدي الكبير. إذا ربحنا أن المستهلك يولي يثق في السوق وفي وفرة المنتوج وفي استقرار الأسعار، أنا متأكد أنها سوف تزول مثل هكذا ضوء. نعود إلى أنظمة الإنذار والرقابة، ربما اللي راح تبدأ من الأحياء والمداشر والقرى، ربما بإشراك كذلك السلطات المحلية لفرض الرقابة على أسعار المواد الأساسية وتموين السوق. اليوم ربما يروح مواطن يشري يلقى سعر طالع، بمن يتصل هذا المواطن؟ إذا قلنا أنه مثلا نشرك هذه السلطات المحلية ولو لم يجد أذانا صاغية، لمن يشتكي؟ شوفي، هي في البيان الذي صدر هنالك أجهزة اليقظة وأجهزة الإنذار والمراقبة. أجهزة اليقظة التي سوف تراقب وفرة المنتوجات خاصة ذات الاستهلاك الواسع، بمعنى أنه كثير من الأزمات التي وقعت كانت تقع في بعض البلديات الصغيرة أو في بعض القرى، ومن بعدها تتوسع إلى التراب الوطني، بمعنى أن هذه الأجهزة اليقظة سوف تقوم بالرصد الأولي وباكتشاف أي اختلال ممكن حتى لا يتم تعميمه. أجهزة الإنذار والمراقبة هي لما تكون بعض المنتوجات طبيعة الحال كما ذكرتي يعني أيضا ناقصة، وكذلك بأسعار مرتفعة. الآن الأسعار المرتفعة نتحدث عنها لما يكون هنالك منتوجات مقننة، ما يقدرش، ولست أدري يعني ما هو السبيل إلى التدخل إذا ما كان هنالك سعر مرتفع في مادة خضرة ولا في مادة فاكهة، ولا يعني ما هو القرار الذي يمكن اتخاذه. ولكن هذه الأجهزة أجهزة رصد محلية، ولو أن المنظمة تعمل بهذا الجهاز منذ سنوات، وقمنا بإخطار السلطات العمومية في حال كل اختلال، وكانت ردة فعل يعني قوية وسريعة والحمد لله، ولكن لما يصبح مؤسساتي الآن أعتقد أنه راح تكون عنده قوة أكثر، وتكون عنده شرعية أكثر، وتكون عنده فاعلية أكثر. بطبيعة الحال نحن مستعدون أن نضع ما لدينا من وسائل ومن خبرة في هذا المجال تحت إشراف السلطات العمومية، ولكن هذه الأجهزة ضرورية، ونعتقد أنها مؤشر من مؤشرات يعني
استقرار السوق والقضاء على أي بادرة في مهدها من اختلال أسعار أو من مضاربة أو من نقص التمويل. وشفنا لما كان فيه قوانين للمضاربين كان فيه ربما عودة للاستقامة، استقامة السوق واستقامة التجار كذلك، سواء التجزئة سواء الجزء الآخر من التجار. طيب أعود إلى تقليص فاتورة الاستيراد، وربما هذا اللي هم كثيرا المواطن اللي ذكر فيه وشدد رئيس الجمهورية على أن تقليص فاتورة الاستيراد لا يجب أن تكون على حساب المساس بما يحتاجه المواطن أو المستهلك سواء كمًا أو نوعًا من المواد الغذائية. بالفعل هذا هو الأساس، وبالنسبة إلينا هذه ثانية رسالة من السيد رئيس الجمهورية في هذا المجال، لأن الرسالة الأولى كانت في اجتماع الولات وتحدث ونشرنا حتى أن المنظمة نشرت هذا المقطع، والآن نرى أن هنالك تجديد، يعني تجديد على أنه تقليص الفاتورة لابد أن لا تكون على إشباع حاجيات المواطن الجزائري. وإحنا بصريح العبارة نعتقد أنه هنالك بعض المنتوجات الآن اللي عرفت بعض الارتفاع نظرا لقلة وفرتها في السوق، وكذلك حتى أنه هنالك بعض المنتوجات اللي ناقصة وما عدناش فيها بديل في السوق، ولكن هذا التجديد أنا متأكد أنه سوف يعيد النظر ولا يعيد الأمور إلى نصابها، خاصة مع القطاعات الوزارية المعنية بهذه التعليمة، لأنه كاين بعض المواد الآن اللي فيها نقص، بعض المواد الأولية اللي فيها نقص، وارتأينا يعني أن نوصل صوتنا إلى هذه الأجهزة التنفيذية، ولكن للأسف الشديد لم نفلح بمثل هكذا التعليمات. نحن مستعدون يعني أن نعطي رأينا وأن نعطي ما نراه من اختلالات موجودة في بعض، ما نقولوش كل، في بعض المنتوجات التي تعرف تذبذبا في السوق الداخلي من ناحية الأسعار لأنها ناقصة ولأن كمياتها قلصت في الاستيراد، ونحن مرتبطون مباشرة بهذا الاستيراد. هنا تعليمة السيد الرئيس رئيس الجمهورية يعني أثلجت صدورنا، ونتمنى من الجهاز التنفيذي يعني أن يقوم بتطبيقها في أقرب الأوقات. احنا كمنظمة عندنا بعض المواد اللي رانا نلح عليها، نعتقد أنها ضرورية ولا يمكن مثل نعطيك مثل قطع الغيار السيارات هنالك نقص فاضح في السوق، ونعرف أن قطع الغيار السيارات مثلا ممكن أن تكون ما هيش كلها تصنع هنا، هيش كلها تصنع صحيح، والمشكل يولي مشكل سلامة مرورية بعدها. نحن مع المنتج الوطني، مع إشباع حاجية المواطن الجزائري، وكنا أول من شجع المنتوج الوطني وندد بالاستيراد، ونحن ما زلنا على هذا العهد، ولكن أن تمس إشباع حاجية المواطن الجزائري فأعتقد أن هذا الأمر لا يرضى به أحدا، ولابد أن نعيد تصويب بعض القرارات في بعض المنتوجات. يعني قلت لك ما هيش قائمة كبيرة، ولكن بعض المنتوجات الاستراتيجية ربما المعطيات كانت خاطئة بالنسبة لصناع القرار يعني ولا أجهزة تنفيذية. نحن الآن مستعدون أن نفيد، ولا أعتقد أنه السيد رئيس الجمهورية شدد وأعطى هذه التعليمة إذا ما كانتش عنده معطيات. صحيح، وكذلك ربما رسالة توجهها إلى جميع المستهلكين من خلال منبر الشروق عشية رمضان. بالنسبة للناس كذلك اللي راهم قاعدين يديروا في العولة كما ذكرت أستاذ زبدي، وإحنا نشوف هذا الجشع الكبير قبل رمضان، في تجار حتى أخرجوا الزيت والدقيق أخرجوه على الأرصفة من أجل أن يبتاع هذا المستهلك ما يحتاجه، هذا كله يدخل في الجشع. أكيد، شوف إحنا الرسالة اللي يمكن نطمئن بها المستهلكين إنه يعرفوني، يعني لما يكون هنالك نقص في مادة نقولها، بعض المواد الاستراتيجية، كل المواد الاستراتيجية والأساسية الغذائية موجودة ومتوفرة. الآن الزيت متوفر وعندنا معطيات إنه متوفر، السميد متوفر، الفارينة متوفرة، السكر متوفر. الآن باش نعطيه حجة لهذا التاجر بأن يزايد علينا، أعتقد أننا نضر في روحتنا، هذا ضرر لأنفسنا. كذلك في بعض المنتوجات الأخرى الغير مدعمة،
أننا نقتنيو بشكل رهيب يعني لأجل أن تكون هنالك عولة، ولا حتى أصبحت في بعض في أنفسنا بعض السلوكيات يقول لك لا نشري ضربة واحدة، لا نبقى نشري صح. بصح يا أخي الكريم أنت تشري ضربة واحدة، ولو كان كيما الناس يخبوك بحالك أو السوق الفرغوه صح. وبالتالي أول تاجر اللي عاود يضع السلعة الجديدة تاعو يزيد أضعاف مضاعفة لو كان كاع روح نشريو ضربة واحدة. وصرات في رمضان السابقة صرات أنه روحنا نشرو ما لقينا شيء، ما لقينا، ليس لأنه منتوج ما كاش ولكن التموين. التموين التموين هذا التاجر عنده محدودية. مثلا لو كان تقولي لي أنت يا في أول يوم رمضان الناس كاع راح تشري الحشيش، أمر ممكن يتفهموه معليش كاع لأنك ملزم باش تشري الحشيش طيب، ولكن أيام قبل رمضان الناس كاع تروح تشري في اللحم، الناس كاع تروح تخزن في الزيت، هذا ملزلابية مانيش عارف واش راهو يجري ويخزن على طول العام صح. أعتقد أنه أيضا هنالك رسالة للحرفيين والصناعيين أنه شوية بالعقل أخي الكريم، صح اجري طيب، لازم تشبع أنت أيضا حاجية المستهلك وتقتات، ولكن بحكمة وبمسؤولية، لأنه مثل هكذا سلوكيات غير معقول. راهي تلحقنا بعض الصور من البيوت الناس تفضح في بعضها صح صح، بعد تلقى دير 4-5 بيد نتاع 5 واش راك دير بها براك، راك تدوج بها ولا ولا واش صرا رانا على ابواب حرب ولا يعني للاسف صحيح قد ما لومو التاجر قد ما لومو التطبيق الميداني، ولكن ايضا عندنا جزء من المسؤوليه صحيح. الان لما نتهضروا على التبذير الناس كاع رانا نستناو درك، وحتى ولينا نحشمو صراحة، ولينا نحجموا أنه في رمضان نلقاو المزابل مليانة بالخبز. علاه؟ لماذا؟ لأنه الطفل تشهى راح شرى خبزة، الأب تشهى راح شرى موسكوتشو، الأم تشهات راح شرت لي بالسانوج، وفي نهاية المطاف يرمى كله دون أن يحول ولا يلقى بديل كأغذية. هنا هذه مسؤولية، وحتى ربي سبحانه وتعالى ما يرضاش بمثل هذه الأمور. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، شو ربي باش ربط المبذر بالشيطان، وكان الشيطان لربه كفورا، بمعنى التبذير في حد ذاته كفر. يعني في رمضان اللي هي قاعدة من قواعد الإسلام الخمس اللي راح تعبد ربي تلقى نفسك تكفر، يعني لابد أن نراجع أنفسنا وأن نهذب سلوكاتنا، يعني وربي يقبل منا ومنكم أجمعين إن شاء الله. اللهم أمين. نبقى ونقول دائما أنه لا يجب أن نشوه هذه الروحانيات لرمضان بمثل هكذا سلوكيات، سواء للمستهلك، بالنسبة للمستهلك أو التاجر. التاجر هو أخو المستهلك في الأخير، والمستهلك هو أخ للتاجر. يعني التاجر بدون ما يجي يشري عنده حتى أحد راح يفسد وتكسد تجارته، وكذلك بالنسبة لهذا المستهلك لا يجب أن ينسى أخوه المستهلك اللي يقدر ما يقدرش على 5 ريتلات، يقدر على ربما ريتلة واحدة، لتر واحد في الـ في الـ في, الـ في الأسبوع، أو لتر واحد ربما أحيانا حتى ناس تلجأ إلى أنه طيب في الفرن وما تقليش لتقليص النفقات في رمضان. نشكرك جزيلا شكر أستاذ مصطفى زبدي، رمضان كريم إذا لم نلتقي، وإن شاء الله كل عام والأمة الإسلامية بخير بعيدا عن كل السلوكيات التي تشوه بصورة هذا الشهر الفضيل الذي يأتينا مرة وسنعيده في سنوات مقبلة. يقولوا فقط كما نقولوا بالعامية صحة ولهنا. هذا مكان.